القديمة، أبيع وأشتري المصابيح القديمة، أشتري كل شيء قديم. سمعت ياسمين نداء البائع وفكرت أنها إذا قامت بتبديل المصباح القديم بآخر جديد فسوف يسعد على أودين بذلك، وأعطت المصباح المسحور للبائع وحصلت على واحد جديد بدلا منه. لم يكن البائع سوى الرجل الشرير الذي قام بحبس علاء الدين في الجحر عندما بدأ كل شيء، وبمجرد أن التقط المصباح قام فورا بأمر الجني أن يذهب بعيدا بالقلعة وياسمين بداخلها. عندما عاد الدين إلى البيت مساء لم يستطع رؤية القلعة في أي مكان، وعلم وقتها أن شيئا ما سيئا للغاية قد حدث. كان المنزل القديم بجوار القلعة لا يزال هناك، فركض مباشرة إليه ووجد الخاتم الذي حصل عليه في الكهف، وبمجرد أن وضع الخاتم في إصبعه ظهر له العملاق مرة أخرى. تمنى علي أي شيء تريده، ولكن لا تنسى لديك أمنيتان فقط. خذني إلى جوار ياسمين حالا. بمجرد انتهائه من الكلام وجد نفسه في القلعة، فقام فورا بالاختباء. كانت زوجته ياسمين تخدم الرجل الشرير، وكان يحمل المصباح بيديه. من حيث لم يستطع أحد رؤيته لبس علاء الدين الخاتم مجددا، وظهر العملاق مرة أخرى. تمنى علي أي شيء تريده، ولكن لا تنسى لديك أمنية واحدة فقط. فلتجعل هذا الرجل الشرير يعرق في سبات عميق وطويل جدا. وبمجرد أن انتهى من كلامه ركض إلى جوار زوجته. كانت ياسمين تنظر إلى الرجل الشرير في خوف. عندما رأت علاء الدين أصبحت سعيدة للغاية. قام علاء الدين بإخبارها عن كل ما حدث منذ البداية، فاستمعت له ياسمين في دهشة بالغة. قام علاء الدين بفرك المصباح مرة أخرى فظهر الجني. حسناً، أطلب أي شيء تتمناه. قم بإرسال هذا الرجل الشرير بعيداً حتى أنه لا يستطيع العثور علينا مرة أخرى. فجأة اختفى الرجل النائم. طلب علاء الدين من الجني أن يحمل القلعة إلى مكانها الأصلي. خذنا نحن والقلعة إلى موطننا. طارت القلعة في السماء واستقرت في مكانها الأصلي. بعودة القلعة لمكان، عاد علاء الدين إلى جوار والدته مرة أخرى، وعاش علاء الدين وأمه في سعادة أبدية.